احنا مش اصحاب مصانع ولا عندنا سيارات رنج ولا 24 ساعة بناكل شوارما ولا بنمشي بنشتري هدوم ماركات ولا لبسة حقها 1000 شيكل عشان نتفخر فيها. احنا بنشتري فلافل وبناكلها على صيفي خال، وبنشتري اي لبسة عادية نلبسها، واللبس اللي بنشتريها بنلبسها مرتين وثلاث واربع وعشرين ومية كمان. عمر التصنع والتفاخر مكان سعادة، الافضل انك تكون على طبيعتك وما تبين برستيج. واو، راضيين بما اعطانا اياه الحمد لله.